ترند الاهلي واخر الاخبار اللي بتتعلق بالفريق او كمان الحسابات الرسميه وحديثها عن النادي الاهلي قبل هذه المباراه المرتقبه. نبتدي بالحساب الرسمي للاهرام على تويتر واللي بيقولوا قلق في بعثه الاهلي بالكونغو بسبب الحراره والرطوبه والامطار. طبعا هي كلها امور مقلقه لكن مش هنحط اعذار، يعني مش الاهلي اللي يحط اعذار او الاهلي هو اللي يحاول يخلق اسباب لا قدر الله لو خسرنا او حاجه، لا انت لعبت في الظروف دي كتير قوي وقدرت ان انت تفوز كمان وتحقق نتائج ايجابيه في ظروف مماثله. تقدر تتخطى العقبه دي؟ تقدر باذن الله تعالى باصرار اللاعبين والجهاز الفني وبشخصيه النادي الاهلي في الملعب. ان شاء الله يكونوا موفقين ويقدروا ان هم يفوزوا على فيتا، او ان شاء الله باذن الله الاهلي يرجع بنتيجه ايجابيه في كل الاحوال بعد الموقف الصعب اللي احنا موجودين فيه. يعني نروح لليوم السابع على تويتر واللي بيقولوا كشف حساب الاهلي امام انديه الكونغو قبل مواجهه فيتا، يعني الكلام على عدد المباريات اللي لعبها النادي الاهلي امام الانديه الكونغوليه وهي بتتمثل في 7 مباريات سابقه بالنسبه للنادي الاهلي مع انديه الكونغو. فاز في 3، تعادل في مباريتين وخسر في مباريتين. الاهلي سجل 7 اهداف في الشباك الكونغوليه وتلقى 6 اهداف وفي مباريتين او 3 فقط اللي انتهوا بدون هز شباك النادي للاهلي، وده كان امر مهم. ان شاء الله الاهلي بكره يحافظ على شباكه نظيفه في ظل تالق نجمنا طبعا محمد الشناوي وخط دفاع النادي الاهلي، لكن الاهم كمان ان انت تحرز اهداف في هذه المباراه. نروح للوطن الرياضي وحسابهم الرسمي على فيسبوك واللي بيتكلموا من خلاله بيقولوا ان تصريحات لمسؤولي فيتا كلوب بيقولوا نتحدث عن الاهلي باحترام والمباراه بدون جماهير. ما في الحقيقه موضوع المباراه بجمهور ولا من غير جمهور، احنا شفنا الاتحاد الافريقي قال 3000 متفرج شاملين اللعيبه في الملعب بالاجهزه الفنيه بكلام من ده، وشفنا بعد كده مسؤولي فيتا كلوب الكونغولي قال لك لا من غير جماهير خالص. فحاولنا نفهم حقيقه الوضع من السفير المصري هناك في الكونغو، برضو لسه الموضوع فيه لغط، بس اعتقد هيكون في عدد المحدود جدا من الجماهير زي ما احنا عرفنا 3000 مشجع. لكن في كل الاحوال اكيد هم بيحترموا النادي الاهلي بشكل كبير لان النادي الاهلي بطل القاره وفريق كبير فلازم هيحترموا النادي الاهلي، لكن الاهلي الاهم ان هو بس يكون مركز. احنا كلنا مركزين في ازاي نكسب الماتش ده في كل الاحوال، يعني لا تصريح بقى من هنا مسؤولي الكونغو او حاجه، احنا عايزين نكسب الماتش ده والاهلي يكون موفق باذن الله في هذه المباراه. طيب خلينا نروح لخبر اخر وتصريحات السفير. هو الراجل كان معانا في مداخله هاتفيه من شويه وتكلمنا معاه في كل التفاصيل اللي تتعلق ببعثه الاهلي هناك، لكن خلينا نروح كمان لحساب في الجول على فيسبوك واللي بيقولوا ان المارد الاحمر الاعلى قيمه تسويقيه في القاره السمراء، تفوق للانديه المصريه في قائمه اغلى انديه افريقيا من حيث القيمه التسويقيه بحسب موقع ترانسفير ماركت. القائمه بتشمل زي ما حضراتكم شايفين كده اغلى انديه افريقيا، الاهلي ب 25,500,000 يورو، بعديه بيراميدز ب 20 مليون وشويه يورو، والزمالك ب 19 او 20 الا ربع مليون يورو، وصن داونز ب 18 داخلين في 19 مليون يورو، والترجي داخلين في 18 مليون يورو، لكن الاهلي هو الاغلى قيمه تسويقيه، وده ان ده اللي يدل على النادي الاهلي بيضم ابرز اللاعبين في افريقيا في قائمته هذا الموسم.